سلام الأمهات، سلام إلى كل متتبعي قناة أم أمير وهجار للشرح المبسط. فيديو جديد في القناة ديالي، كنتمنى يلقاكم وانتم كتشاهدوا في أتم الصحة والعافية. متتبعي قناة أم أمير وهجار الأوفياء، كنقول لكم شكرا شكرا على الوفاء ديالكم وعلى الدعم ديالكم. واللي أول مرة كيدخل القناة ديالي فما تنساوش لايك الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو مفيد، فهي قناة للإفادة والاستفادة. إذا كيف ما قلت لكم، هذا فيديو جديد خصصت الحقوق والواجبات، مشروع الوحدة الثانية المستوى الخامس. إذا غادي نبداو على بركة الله. كمقدمة، يتمتع كل طفل بمجموعة من الحقوق والواجبات التي تشبع رغباته وتساعده في تكوين شخصيته ليكون فردا ناجحا في حياته. إذا غادي نعاود، يتمتع كل طفل بمجموعة من الحقوق والواجبات التي تشبع رغباته وتساعده في تكوين شخصيته ليكون فردا ناجحا في حياته. إذا كل واحد فينا، ماشي غير الأطفال، لكل فرد الحق في التمتع بالحقوق والواجبات. كنا عندنا حقوق خاصنا نتمتع بها، واجبات لازم لينا نلتزم بها. إذا يتمتع كل طفل بمجموعة من الحقوق والواجبات التي تشبع رغباته وتساعده في تكوين شخصيته ليكون فردا ناجحا في حياته. إذا غادي نبداو بحقوق الطفل. غادي نبداو بالحقوق. إن أول حق يجب أن يتمتع به كل طفل هو الحق في الحياة الكريمة. حق الانتماء إلى أسرة، حق التعليم، حق الرعاية الصحية، حق الجنسية والوطن، حق اللعب، حق التعبير عن الرأي، حق الكرامة، إلى غيرها من الحقوق. فهناك حق المساواة، عدم التمييز، حق في العدالة، فكاينين حقوق كثيرة كثيرة بزاف. فاحنا على، أنا ذكرت لكم هذه الحقوق على سبيل المثال. حقوق الطفل، إن أول حق يجب أن يتمتع به كل طفل هو الحق في الحياة الكريمة، حق الانتماء إلى أسرة، حق التعليم، حق الرعاية الصحية، حق الجنسية والوطن، حق اللعب، حق التعبير عن الرأي، حق الكرامة. إذا غادي نشوفوا الواجبات. كما قلت لكم هناك حقوق أخرى اللي ذكرت لكم، فأنا على سبيل المثال أو على سبيل التوضيح، وانتم لكم الاختيار. واجبات الطفل، طاعة الوالدين ومعاملتهم معاملة حسنة، احترام الآخرين والتواصل معهم بتهذيب، أداء الواجبات المدرسية والمنزلية، الحفاظ على النظافة الشخصية، المحافظة على ممتلكات الغير. واجبات الطفل، طاعة الوالدين ومعاملتهم معاملة حسنة، احترام الآخرين والتواصل معهم بتهذيب، أي التواصل بطريقة مهذبة، أداء الواجبات المدرسية والمنزلية، الحفاظ على النظافة الشخصية، المحافظة على ممتلكات الغير. إذا كيف ما كانش يمكن لي أنني نتكلم على الحقوق كاملة، فبالنسبة للواجبات حتى هي ما يمكن ليش نذكر لكم الواجبات كاملة. إذا هادو على سبيل المثال، فلكل فرد في هذا المجتمع مجموعة أو الكثير من الحقوق والواجبات، حقوق اللي خاصنا نتمتع بها وواجبات اللي خاصنا نلتزم بها. إذا كخاتمة، إذا لكل فرد في المجتمع مجموعة من الواجبات التي يجب الالتزام بها، وفي المقابل مجموعة من الحقوق التي يجب التمتع بها بكل حرية، لكن هذه الحرية تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخرين. إذن لكل فرد في المجتمع مجموعة من الواجبات التي يجب الالتزام بها، وفي المقابل مجموعة من الحقوق التي يجب التمتع بها بكل حرية، لكن هذه الحرية تنتهي عندما تبتدئ
حرية الآخرين، فإحنا خصنا نمارس الحقوق ديالنا بكل حرية. حتى واحد ما يمنعنا أننا نتمتع بالحقوق ديالنا، ولكن عندنا واحد الحدود ما يمكن لناش نتعداوها. الحرية ديالنا كتكمل مني كتبدأ الحرية ديال الآخرين، أي ما يمكن لناش نمارس الحرية ديالنا ونتعداو على الآخر، فحريتنا تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخرين. إذا غادي نعود معكم. يتمتع كل طفل بمجموعة من الحقوق والواجبات التي تشبع رغباته وتساعده في تكوين شخصيته ليكون فردا ناجحا في حياته. حقوق الطفل: إن أول حق يجب أن يتمتع به كل طفل هو الحق في الحياة الكريمة، حق الانتماء إلى أسرة، حق التعليم، حق الرعاية الصحية، حق الجنسية والوطن، حق اللعب، حق التعبير عن الرأي، حق الكرامة. واجبات الطفل: طاعة الوالدين ومعاملتهم معاملة حسنة، احترام الآخرين والتواصل معهم بطريقة مهذبة، أداء الواجبات المدرسية والمنزلية، الحفاظ على النظافة الشخصية والمحافظة على ممتلكات الغير، إلى غيرها من الواجبات والحقوق. إذا لكل فرد في المجتمع مجموعة من الواجبات التي يجب الالتزام بها، وفي المقابل مجموعة من الحقوق التي يجب التمتع بها بكل حرية، لكن هذه الحرية تنتهي عندما تبتدئ حرية الآخرين. إذا إلى هنا غادي نكون ساليت معكم هذا الفيديو الخاص بالحقوق والواجبات، فأنا صورته بالليل فكنتمنى تكون الكتابة واضحة. إذا ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع كل واحد غادي يحتاج هذا المشروع باش تعمل فائدة. إلى فيديو آخر، في أمان الله.